ينضم إلينا من هناك الزميل عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية. عثمان، هل ما زالت الاشتباكات جارية في أم درمان؟ نهار السعيد زميلي أحمد. أم درمان ليس لها اشتباكات في هذه اللحظة. كان هناك تحليق للطائرات صباح اليوم وأتبعها مضادات أرضية. هذه المضادات من منطقة الخرطوم، كل ما تحلق طائر من أم درمان تتبعها مضادات طائرية، مضادات للطائرات من منطقة الخرطوم. أم درمان الآن تسمع تحليق طائرة، هذه طائرة استطلاع، بل أشاهدها في السماء الآن، شاهدت طائرة استطلاع، لكن هذه الطائرة لم تتبعها أي مضادات أرضية. أعتقد هذه الطائرة الآن تجوب في الجانب الغربي لمدينة أم درمان، وعندما تحلق الطائرة في الجانب الشرقي لمدينة أم درمان تتبعها المضادات الأرضية، لأن المضادات الأرضية موجودة في منطقة الإذاعة والتلفزيون. الوضع في أم درمان مستقر تماما في كل الجبهات، شمالها وشرقها وجنوبها. حركة اليوم سوق أم درمان هو أكبر سوق في المدينة، من أكبر أسواق السودان. هذا السوق يغذي بالبضائع ولايات دارفور، ولايات الجزيرة، وعدد من الولايات الأخرى يغذيها سوق أم درمان. اليوم بدأت فيه حركة عود نسبيا، عدد من المحلات فتحت في سوق أم درمان. تلقيت عدد من الصور من منطقة السوق، يعني توضح أن السوق بدأ يعمل. سوق أم درمان سوق كبير جدا كما ذكرت، وهو من أكبر الأسواق التي تضم جميع البضائع. سوق هذا مؤشر على أنه الأوضاع بدأت تستغل رويدا. أيضا سوق ليبيا الذي يقع غرب مدينة أم درمان أيضا يعمل هنالك، وهذا أيضا سوق كبير جدا. سوق ليبيا تخرج منه بضائع ضخمة جدا إلى ولايات دارفور، وكذلك إلى ولاية النيل الأبيض وغيرها من الولايات الأخرى. وكذلك هذا السوق يغذي معظم أسواق العاصمة في الخرطوم البحري وفي الخرطوم، وكذلك في أم درمان. سوق ليبيا سوق ضخم جدا وسوق كبير أيضا يعمل. وعدد من الأسواق الصغيرة في الأحياء مثل سوق صابرين الذي يقع شمال غربي مدينة أم درمان، أيضا هذا السوق يعني مشهور ومعروف أيضا يعمل. والسوق المركزي أيضا السوق المركزي بمدينة البحري هو أيضا سوق مجاور غريب جدا لمدينة أم درمان، يفصله مثل الحلفاية يعمل أيضا. هناك هدوء كبير جدا في حركة الشارع وطمأنينة. عدد كبير اليوم من المحلات التجارية بدأت تزداد في عددها يعمل. الآن اليوم عملت أيضا طرمبة من محطة من محطات الوقود، اليوم أيضا بدأت تعمل في توزيع الوقود. هي محطة تقع في شارع الوادي، شارع الوادي هذا ممتدة من الجنوب الجغرافي منطقة الشهد بأم درمان حتى ولاية نهر النيل. نعم عثمان، يعني نعلم أن الأسعار الآن مرتفعة في تقلل النيران، ولم أشاهد دخان متصاعد كما كنت أشاهد يوميا. اليوم لم أشاهد أي دخان متصاعد في مناطق عديدة من أم درمان. يعني كل مرة يعني أصعد إلى الطابق الثالث في منزل مجاور وأشاهد مسح، لم أشاهد أي دخان متصاعد اليوم في أم درمان من جميع الاتجاهات شمالا وشرقا وجنوبا وغربا. عثمان، نعلم بالنسبة للأسواق أن الأسعار الآن مرتفعة بشدة، لكن كانت هناك تقارير تخشى من نفاد كميات الغذاء الموجودة في الأسواق. في أم درمان الأسواق بها مواد كافية رغم ارتفاع الأسعار؟ نعم نعم أحمد، الأسعار فعلا كانت مرتفعة، لكن مع زيادة عدد الأسواق التي بدأت تفتح بابها للجمهور بدأت الأسعار تنخفض. كيلو طماطم من 1000 جنيه وصل إلى 500 جنيه و600 جنيه، كيلو البطاطس من 1000 جنيه وصل إلى 600 و700 جنيه. أسعار السكر انخفضت بالنسبة لعدد من الأسواق فتحت. اليوم بدأ يدخل إمداد، فعلا كان البضائع كانت عددها قليل في أكثر المحلات، لكن اليوم في شاحنات دخلت على منطقة شارع الوادي، مدة المحلات الصغيرة بعدد من البضائع، وهذا ما أسهم اليوم في نزول الأسعار. فقط سلعة الدقيق مختفية، لكن ذلك بدأ السودانيين تعودوا أن يأتوا بالقمح ويطحنونه ويكون لهم بديل في الطعام بدل الدقيق اللي يكون جاهز في مصانع الإنتاج. اليوم مختلف بالنسبة لحركة البضائع، وكذلك عدد العربات العاملة في النقل زادت، وتم تأسيس
موقف للباصات جديد يتحرك من مدينه ام درمان الى ولايه نهر النيل، وكذلك من مدينه ام درمان يتحرك هذه الباصات الى ولايه الجزيره. اليوم في منطقه السوق الشعبي هنالك موقف من سوق الشعبي ام درمان من السوق الشعبي الى العاصمه المصريه القاهره. اليوم حسب ما علمت ان عدد الباصات التي تتوجه الى القاهره زادت، وانخفض سعر التذكره من 300,000 جنيه سوداني. هناك مقال انه اليوم سعر التذكره 150,000 جنيه مع عدم وجود ركاب. ليس هناك طلب الان للذهاب الى جمهوريه مصر، لانه معبر ارجين كما شاهدنا في القنوات الفضائيه وشاهدنا في فيديوهات ازدحم، لذلك تخوف المواطنين من الذهاب الى معبر ارجين، والبعض فضل ان يتجه الى الولايه الشماليه ولايه نهر النيل، لذلك انخفض اسعار الباصات التي تدخل الى جمهوريه مصر العربيه. طبعا هذه الباصات قبل اندلاع الحرب كانت التذكره قيمتها 24,000 جنيه سوداني من ام درمان الى مدينه القاهره. وهناك تقارير عثمان في هذا الشان تتحدث ان بعض السودانيين الان بات يفضل البقاء في بلده ربما مع حاله الاستقرار النسبي في بعض المناطق كام درمان كما تفضلت. لكن عثمان، هل ما زالت محطات الوقود مغلقه؟ نعم، اغلب محطات الوقود مغلقه، لكن رغم عن ذلك فضل عدد كبير من المواطنين البقاء في ولايات اخرى، مثلا ولايه نهر النيل غدا الاحد تفتح المدارس ابوابها بهذه الولايه، وعدد كبير توجهوا من العاصمه الخرطوم الى ولايه نهر النيل، وكذلك الولايه الشماليه اليوم كانت هنالك مسيره ضخمه جدا تؤيد القوات المسلحه، ايضا الوضع ده مستمر، لذلك فضل البعض ان يذهب الى ولايه الشماليه ولايه نهر النيل، لان المعبر معبر ارجين تكدس تماما بعدد كبير من الاسر، واصبح هناك يعني بشكل هذا ايضا واقع بيئي خطير جدا في المعبر في الاتجاه الواقع بجمهوريه السودان. لذلك وفرت البضائع اليوم في ام درمان اسهمت في انه الاسعار تنخفض، واسهمت في حركه المواطنين انه يزول في البقاء، حتى اسعار السجق في ام درمان انخفضت من 10,000 في اليوم الى 7,000. الان السجق الاستوديو كان ب 10,000 جنيه سوداني، الان اصبح اليوم ب 7,000 جنيه سوداني. هناك انخفاض لانه عدد من المواطنين تمكنوا يذهبوا من خرطوم بحري بين ان ياتوا لام درمان، ذهبوا الى ولايه نهر النيل، والبعض ذهب الى الولايه الشماليه. الوضع في ام درمان اكيد استقرار تام في خدمات المياه في قطاع كبير من ام درمان. هناك شيء لافت، يجب ان اذكره. قبل اندلاع الحرب كانت الكهربات تقطع في ام درمان خلال اليوم 8 ساعات، ساعتين، 3 ساعات، الان 5 ايام عدد كبير من احياء ام درمان التيار مستقر تماما. في المنطقه التي اقطن بها 5 ايام لم تقطع الكهرباء، التيار الكهربائي مستمر والان مستمر، خدمات المياه ايضا مستمره في قطاع كبير من ام درمان، حتى النفايات بدا يتخلص منها المواطنين في الاحياء بدا يتخلص من النفايات وتقومها عن طريق الحرب، لكن طبعا هذه يؤثر على امراض اصحاب الامراض المزمنه اغلبهم وامراض الازمه، ويؤثر على الاطفال الصغار ايضا، ويؤثر على كبار السن، هذا امر خطير، لكن المواطنين يرون انه يتخلصوا من حرق النفايات في الحاويات الخاصه بنقلها. طب عثمان، البضائع بدات تذهب او تعود للاسواق، مستلزمات الدواء والادويه باتت تعود ايضا الى المستشفيات ام ما زال هناك نقص فيها؟ لا، هذه مشكله زميلي احمد. الامداد الدوائي لانه ياتي من منطقه الخرطوم، ومنطقه الخرطوم كما تعلم الان جسر واحد فقط يربط ما بين ام درمان والخرطوم بحري، ومن ثم جسر المنشيه الذي يربط بين الخرطوم الى منطقه الخرطوم بحري. يعني اذا اردت ان اوضح اكثر، اذا هنالك يعني طريقه لامداد ام درمان بالادويه، الا تعبر هذه الادويه جسر المنشيه، هذا الجسر يربط بين مدينه الخرطوم، يربط بين مدينه كبيره، يربط بين مدينه بحري، ومن مدينه بحري تتحرك هذه الادويه الى جسر الحلفائيه، هو الذي يربط بين مدينه ام درمان ومدينه خرطوم بحري، لكن هذا الامر فيه صعوبه كبيره. تحريك ناقلات ضخمه للامداد الدوائي هذا يشكل خطوره على هذه الناقلات، وقد يتم نهبها وما شابه ذلك، لكن الصيدليات الان الخاصه في ام درمان بها امداد دوائي موجود لاحظت له، لكن ايضا طبعا هذا معلوم لا يوجد امداد بالتاكيد تنفذ الادويه من ارصف الصيدليات الخاصه. بالتالي ايضا عثمان، هل حركه نقل البضائع من ام درمان مثلا الى الخرطوم مامونه الان ام ما زال فيها مشاكل؟ غير مامونه، الحركه فقط تاتي من منطقه بحري، كان جسر الحلفائي امن،
وتاتي الى مدينه درمان، ودرمان ايضا بها مصانع، بها مصانع بها مخازن. هذه المخازن الان بدات تفتح لتفريغ البضائع لسوق درمان الكبير، ومن سوق درمان الكبير يتم توزيعها الى بقيه الاحياء والمناطق التي بها اسواق ايضا وبالغرب من الاحياء. انا شاهدت اليوم مع يعني عربات نقل وزعت في شارع الوادي، هو الشارع الغريب من مكان سكني، هو شارع كبير جدا ومن الشوارع المشهوره في العاصمه الخرطوم. كما قلت ان هذا الشارع يمتد الى ولايه نهر النيل ويعبر لمنطقه وادي سيدنا العسكريه، اكبر منطقه عسكريه بالسودان. بتالي عثمان، هل اصبح اصحاب المحال والمخازن اصبحوا امنين الان من عمليات السلب والنهب التي تقوم بها او التي كانت تقوم بها ميليشيا الدعم السريع؟ في غالب مناطق شمال ام درمان وشرق ام درمان ومناطق كبيره من الثورات ومناطق من مبدل ليس هنالك نهب، المحلات تعمل. سوق ليبي هذا السوق يقع غرب ام درمان، يعني يقع بغريب من مناطق المويلح التي كانت بها معارك ما بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. هذا سوق ضخم جدا، سوق كبير الان يعمل، وسوق ام درمان ايضا سوق كبير الان يعمل، سوق صابرين سوق كبير الان يعمل، الاسواق الصغيره بغرب من الاحياء تعمل، المحلات الموجوده بالاحياء تعمل، حركه المواصلات تعمل، حركه المواطنين بالشوارع يعني مشهوده ومعروفه، حتى النسوه العاملات خرجن للاسواق ويعملن، حتى كم عدد من النساء يعملن، مثلا النساء يعني يمتهن مهنه بيع الشاي، وهذه مهنه شائعه في السودان ومعروفه، يعملن يعني حتى يشتن من قله الزبائن، لانه اصبح الناس يعني يوفرون المبالغ للغذاء وليس لهم يعني مبالغ حتى يجلسون في يعني يجلسون امام ستات الشاي ويتناولون القهوه ويتناولون الشاي. لذلك هناك يعني شكت لي صاحبه محل بيع الشاي انه الشاي متوفر، القهوه متوفره، لكن ليس هنالك الزبائن كالمعتاد قبل بدايه الحرب، لانه اصبح المواطن يخاف على السيوله التي بجيبه ليوفر بها الغذاء والدواء.